حين التقيتك كان قلبي تائها ووجدت نفسي بعدما أوجدتني حتى بدا قلبي لقلبك جاهزا أحببت قلبك مثلما أحببتني وخشيت من بعض الحظوظ لطالما سرقت مشاعر من أحب بعالمي ثم اختفى الأحباب عن عيني التي أخفت كلاما عن لساني وفمي حين التقيتك كان قلبك موطنا ولجوت بعدك حينما شردتني لم يسمعوا بلجوء قلبي حينها كيف السماع وأنت من أسكتني وجعلت في بين الظلام وضعتني وجعلتني كي لا أرى حولي سواك وكلما زاد الشعور إليك إن خفت رمضان مبارك. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا ربكم بخير، طمنوني عليكم. اليوم رح نكمل الجزء الثالث من قصة تاليا. أول إشي رح نروح على راندوم جنريتر عشان نختار عشان نشوف إيش الرقم اللي رح يطلع لنا. طلع لنا رقم 6. خلينا نشوف كم مرة رح يتكرر معنا رقم 6. 7 مرات. عم بفكر يا أصدقائي إنه هذا المبنى يكون بيت عطلات أو بيت غريب شوي، لأنه حابة أعكس فيه مشاعر غريبة. المشاعر اللي حابة أعكسها إنه البيت رح يكون من برا مبهر هيك وسحري وفيه شغلات غريبة، فيه شغلات ثمينة، بس من جوا هو رح يكون أقل من عادي، يعني مثل مشاعر الحب أو مثل ما بيحكوا مثل شرارة الحب، تكون من برا حلوة ومتوهجة ومن جوا بتحرقكم وبتعذبكم. بدنا نكون سلبيين، بس تعالوا نروح للقصة عشان تفهموا ليش عم بحكي لكم إنه بيحرقكم أو بيعذبكم. بعد ما صديقتنا تاليا فقدت جزء من ثقتها بحالها وصارت تحس إنها شخص غير محبوب وغير مرغوب فيه، أو بمعنى تاني زيادة عدد في العالم، هذا الشعور كون جواتها فراغ كبير. بالصدفة التقت بشخص كان تايه مش عارف الطريق اللي بده يروح له ولا عارف إيش بده بالحياة، يعني بمعنى أصح شخص ما عنده أهداف ولا طموحات. كان هذا الشخص حبيس الماضي، والماضي اللي كان عايشه ماضي سيء، وعم يحاول يتخلص من تأثير هذا الماضي على حياته. ولما شاف تاليا وسألها عن الطريق، حكي ورا حكي حديث ورا حديث أخذهم الكلام وصار طريقه الجديد هو تاليا. هذا الشخص عايشها لتاليا بالأحلام والأوهام، وعرف تماما كيف يعبي الفراغ اللي كانت تاليا تهرب منه. عرف يخترق الهالة اللي كانت متخبية فيها تاليا ويفوت يسمم أفكارها. مثل أي بداية يا أصدقائي، الحياة كان كل شيء فيها حلو ومليان أحلام وردية وهمية وخداع. تاليا حاولت ترمم جروح الشخص التايه اللي فكرت حالها رح تقدر تساعده عشان يوصل لبر الأمان. ما كانت تعرف إنه هو كان راضي يضل ضايع وما بده يلاقي بر الأمان أصلاً، وكل اللي بده إياه هو إنه يمسك إيد تاليا، بس مش بهدف المساعدة، بهدف تاني شرير. كان كل غايته يضحك على حاله ويحكي إنه هو تغير وتخلص من آثار ماضية سيء، ويحاول يثبت لنفسه إنه هو بيقدر يرتبط ويكون أسرة مثله مثل باقي أصحابه اللي صار عندهم أطفال بنادوهم بابا. مرت الأيام وكانت تاليا بتداوي جروحها الشخص أسير الماضي، وبنفس الوقت بتداوي جروحها لأنه هذا الشخص كان يعطيها الاهتمام والمحبة اللي حست حالها فقدتهم لما تركها أبوها.
كلامه الحلو ومدحه الدائم إلها ساعدها تسترجع جزء من ثقتها بحالها. كل ما مر يوم زيادة كانت تاليا وأسير الماضي يتعلقوا ببعض أكتر وأكتر، وكان أسير الماضي شخص ملسن وبياع حكي، يعني بيعرف كيف يكسب قلب الناس ويحسسهم إنه بيحبهم، لحد ما إجا اليوم اللي أسير الماضي اعترف فيه بحبه لتاليا. ما توقع ردة فعل تاليا اللي حكت له باب بيت أهلي مكانه معروف، الحب أخلاق، اطلبني من أهلي. أسير الماضي خاف يخسر الشخص الوحيد اللي عرف يحتويه بكل عيوبه ويتقبل ماضيه السيء، وفعلا تزوج تاليا، بس للأسف ارتكب أكبر ظلم بحق نفسه وبحق تاليا، لأنه ما كان يعرف المعنى الحقيقي للزواج، ومن هون تحولت حياة تاليا لجحيم أكبر من اللي كانت فيه، لأنها ظلمت حالها لما اختارت شخص عايش ومرتبط مع ماضي سيء ومخاصم المستقبل والحاضر، الشخص اللي انتزعها من بين الناس اللي بتحبهم وبحبوها بحجة غيرته عليها حرمها منهم. طلع شخص شكاك زي ما بتعرفوا يا أصدقائي، لأنه أسير الماضي السيء تبعه، فأكيد لازم يكون شكاك. مرت على تاليا أيام تبكي فيها بدون صوت من الخوف والقهر، كانت وحيدة بمكان ما بتعرف فيه حدا، أسيرة اختيار فاشل، خايفة تحكي أو تشكي لأنها كانت محملة حالها مسؤولية اختيارها اللي بالنسبة إلها اختيار فاشل، لأنها دورت على الأب بشخص غريب مثل الغريق اللي متعلق بقشة. انكسر قلب تاليا أكتر لما اكتشفت إنه مستحيل يجي يوم ويقدر أي إنسان يعوضها عن الأب وحنية الأب، وزاد الظلم على تاليا وزادت الضغوطات عليها وزاد دعائها وقربها من رب العالمين كل ما زاد عليها الضغط والظلم. رب العالمين هو كان نجاتها بغربتها ووحدتها، وكان ملجأها من كل شيء بتخاف منه، ودائما كانت أي شيء بتحتاجه تطلبه من رب العالمين وتدعي إنه يعطيها الصبر والقوة. تاليا تحملت كتير عشان تحافظ على حبها وأسرتها اللي عم بتحاول تبنيهم مع أسير الماضي، بس بالرغم من كل محاولات تاليا كانت زي كأنها عم بتحاول تنعش شخص قلبه واقف. إجا اليوم اللي أسير الماضي ماضيه سحبه وأخده، وهو مستسلم تماما للماضي، بس هالمرة فعلا صار أسير، لأنه خسر نفسه وخسر تاليا وخسر كل إشي في حياته. رجعت تاليا للحضن الدافي، للحب غير المشروط، للناس اللي حرمها منهم أسير الماضي، ورجعت تحس بالأمان من أول وجديد، بس هالمرة مع دروس جديدة ومشاعر جديدة. رجعت تاليا وردة عم بتحاول تنمو من جديد ببستان الورود المليان حب ودفى بين ماما وتيتا وأختها وكل الناس اللي بتحبهم، بس كمان تاليا بالرغم من وجودها بين أحضان حنونة كانت حاسة إنه في شي ناقصها، كان في شي غريب عم بصير معها، كان في عندها مشاعر ملخبطة، كانت مش عارفة هي وين ومين هي، وكانت عم بتحاول تلاقي الطريق الصحيح. تاليا لما كانت تقعد مع حالها في كتير من الأوقات كانت تيجي على بالها لقطات من حياتها، كيف أول مرة أبوها تركهم، كيف تاني مرة بنفس المشهد اللي تكرر مرتين أسير الأحزان تركها. فبالتالي قررت تاليا قرار. لهون يا أصدقائي خلصت قصة اليوم، يلا بتكونوا حبيتوها وتكون عجبتكم، إذا متحمسين تعرفوا إيش رح يصير مع تاليا وإيش الجزء الأخير من القصة شجعوني أنزلكم الجزء الأخير، وحابة أعرف تخميناتكم للقصة الجاي شو رح يصير مع تاليا، شو حاسين إنه ممكن يكون السيناريو اللي جاي، احكولي إذا تاليا رح تتعلم من غلطتها ولا لا. رح أترككم في جولة بالبيت، لا تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، تعبروني عن محبتكم، نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، إلى اللقاء يا أصدقائي. حين التقيتك كان قلبك موطنا، ولجوت بعدك حينما شردتني، لم يسمعوا بلجوء قلبي حينها، كيف السماع وأنت من أسكتني، وجعلت في عيني عليك غشاوة بين الظلام، وضعتني وجعلتني حين التقيتك كان قلبي تائها.
ووجدت نفسي بعدما أوجدتني حتى بدا قلبي لقلبك جاهزا أحببت قلبك مثلما أحببتني وخشيت من بعض الحظوظ لطالما